لكن خلينا كده، انا كولي امر بتابع او بيشاهد الحلقه دلوقتي، انا عايز ابني يلعب لعبه من اللي هي اللعبات اللي فيها دفاع عن النفس، او هو شايف ان هو عنده ميول للبوكسنج. قول له يبتدي ازاي، قول له يختبره ازاي، قول له انهي بوابه يقدر يروحها عشان احط ابني على طريق صحيح. على فكره معظم الناس واخده على الالعاب الفرديه فكره اللي هي لعبه اجريسيف ولازم اكون شر وبتاع خناق وبتاع، عشان انت هتبقى خالي الموضوع غير كده خالص. الموضوع هو لعبه وموهبه زيها زي اي موهبه، زي الكوره وزي مش هقارن العاب فرديه بقى جماعيه، بس هقارن بايه؟ إيه لعبه لعبه، وبيكون الواد موهوب فيها. بالعكس، ده من اللعبات اللي بتحقق ميداليات اولمبيه، يمكن من الالعاب الجماعيه الكثيره. ثانيا ربنا يخلينا بطبيعتنا احنا ازاي ان بنعرف نستخدم ايدينا، وازاي انك يعني بتتحط في سيتويشن او بتتحط في حاجه بتعرف ازاي تخرج منها يعني تلقائيا من عندنا النقطه دي. ففي اللي بيبقى عنده بزياده شويه وفي اللي ما بتبقاش عنده، بس الموهبه انت بتخلقها منين؟ من اللاعب اللي قدامك. انت بتشوف اللاعب ده، ده ممكن يجي منه. يعني كان عندنا رحمه الله على الدكتور ضياء العزب، ده يعتبر مكتشفنا. رحمه الله عليه طبعا، هي كانت من بلدياتي رحمه الله عليه، فشاف فينا برضو حاجه، تعالى يعني استثمر فيك دي يعني، او اشوف انت هتديني حاجه. تمام، حطينا على بعض الطريق. كان في يعني رؤيه عين خبيره الله يبارك فيك، بتلتمس ليك اللي انت، لا في احتماليه ان الراجل ده لو اتمرن هيبقى نجم او بيبقى بطل. مش لازم ان الطفل او الكلام ده للاسر يعني، مش لازم ان عشان ادرب الطفل لازم يبقى بطل. لازم اخليه بس هيلثي صحي، اخليه يعرف يدافع عن نفسه. الموضوع مش كله فايت وخلاص، في اللي بيطلع الموهبه اللي هو يقدر يدي. انا لو ابني مش هيقدر يدي مش هلاعبه. انا عندي ابني ما شاء الله يعني تالت اعدادي دوت، لسه واخد اول دهليه، انور ابني الكبير ما شاء الله، ده لسه واخد اول منطقه يعني منطقه دهليه، بس لسه ما جهزتوش ولسه هيجهز ان شاء الله، ربنا يوفقه ويقدمه للمجتمع يعني بصوره كويسه، يقدر يكمل حاجه بعد كده. فعندنا لعيبه كتير، في فارس الشرقاوي، في يعني انت عايز تقول لي دلوقتي اللي احنا عندنا في مصر يعني الجينات المصريه شويه كده عندها طبعا حتى اتجاه يعني عندنا حاجه بتميزنا عن بره. مساله الجلد، لعيب الالعاب القتاليه دي ما كانش عنده الجلد استحاله يلعب. الالعاب دي من الالعاب فعلا اللي محتاجه جلد وبدرجه كبيره جدا. حرمان المصارعه والبوكسنج يعني ايه؟ ازاي انام كام يوم من غير اكل ولا شرب عشان اظبط وزني؟ عندنا بالجرام. ازاي ان انا ابقى بستحمل ضرب جالي؟ مش سهل الضربه في الدماغ دي، مش سهله صدقني. عندنا في لعيبه ما بتعرفش تتكلم دلوقتي. فالحمد لله والشكر لله يعني. الالعاب دي مش عايز اخوف الاسر ولا اخوف الاهالي، لعبه جميله جدا وشيقه جدا، بالذات لو انت بتدخل الطفل بتاعك ابدا بيه اللي انا بخليه يدافع بس عن نفسه. ثانيا انت الناس مفكره كلها ان التكتيك، لا لا لا، واكسر مناخيره وبتاع، لا لا يعني مش الموضوع كله تحت، في تحركات وفي رد فعل انا قدامك عليهم. مفيش، لا انت زي ما انت الكلام ده، في اصابات بتحصل زيها زي الكوره، في الكوره اي لعبه اخرى فيها اصابات بتوفى صحيح، وفي بيتكسر مع صحيح. كل الاصابات الريسك موجود في كل لعبه، الريسك موجود بس هي كلعبه انا بعتبرها يعني عشان انا لعبتها، بس بعتبرها من احسن الالعاب الفرديه. بعتبرها من احسن الالعاب الفرديه يعني. لعبه كويسه، وعلى الاقل هتخلي انواع التدريبات بتاعتها هتخلي جسم ابني او جسمي كويس، لان هارد كور صحيح، العاب عنيفه وبتحتاج مجهود عنيف جدا وبتحتاج صبر. الناس متخيله ان بتاع الالعاب القتاليه دي بيمشي خالي الناس كمان بتهيأ شخصيته انه يبقى راجل قاتل حتى في مجال حياته كلها، التزام في كل حاجه، دي حقيقه. مواعيد تدريب، نوم، حفاظ على الاكل، بتخلق منك انسان بتعرف تكيف نفسك على المجتمع، ملتزم، فيوصل نتيجه ايجابيه في المجتمع كله. دي حقيقه. متابع منتخبنا الوطني ولعب.